السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير، ونتمنى تكونوا في صحه جيده، وكنتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه انتم ووليداتكم وكل عزيز غالي عندكم. اليوم واحد الفيديو زوين غادي يعجبكم ان شاء الله باذن الله، في بعدا واحد الهوته زوينه غتعجبكم، وفيها البنات غنشارك معكم واحد البلاصه كنتقدم لنا في درب عمر، صراحه رخيصه. وبالنسبه للاخوات اللي كانوا سولوا على هادو خاميات ولا شنو هما اللي كيديروا في باب ديال الكوزينه، وغنشارك معكم شحال الثمن ديالهم. انا بدلت هذه الكوزينه ديالتي وخديتهم بثمن رخيص بزاف، وغنوريكم ثمن نتقداو ان شاء الله باذن الله، وغنشارك معكم النهار ديالي والهمزه اللي كاينه في هذا الفيديو. نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. في بدايه يا البنات غنبدا معكم الصباح، عرفتي الطويجين، درت الحيمه، درت البصله، درت زيت العود وزيت العاديه وشويه الخرقوم وشويه الملح، غنسد عليه نخليه يتشحر، وانا غنمشي نفطر. هنا راه كنسخن في شويه البطبوط كان باقي عندي في الثلاجه، وهنايا اتاي وكاين الخبز طبيعه الحال، غنقلب. خاصني الخبز، راني غنعجن، ما خصني شاي، راني ما غنعجنش حتى بغيت نمشي لدرب عمر البنات، وغنوريكم منين كيتباعوا دوك بحال هاد الخميره اللي عندي في الكوزينه، ممكن تكون بالعود، غنوريكم فين كتباع، ونوريكم. غناخذ انا وحيده ديال الورد، عجباني ديال الورد غناخدها، وغناخد شي خربيقات هكا، المهم غندير واحد الدويره في درب عمر. دابا غنمشي نفطر، وشوف اش درت بعدا قبل ما نفطر. قبل ما نفطر البنات جاب لي مصطفى الحوت، هنا هذا راه كيلو ونص تاع السردين. شوفوا البنات ملي كنقي كيجي ناقص، ملي كنقيها البنات كيجي ناقص، ما كيجينيش هذا المقدار هذا. ملي كتنقي عندهم صح؟ ملي كنقي تما، ودابا انا راه جبتو نقيتو، شوف شحال خرج ليا في كيلو ونص، خرجت لي هاد البواطا فيها بزاف، وهذا بوحدو لمي حيت مسكينه قالت لي انا عزي ليا شويه، هذا الحق لخويا، خويا بغى الحوت، بغى السردين البنات مقلي بالشرموله والثومه وداك الشيء، صيبتو لي غيجي يدي غيطيبو في الدار عند مي، وما انا قاديتو لي هنايا، وهذا قالت لي امي بغيت واحد شويه بلا حار وديرو في الفران، ها هو عزلتو لهنا، وعزلت واحد شويه اخر في الطرسيه نوريه لكم، ها هو عزلتو لمصطفى، مصطفى اللي جاب الحوت وما داقش منه، متاخر وما ندورش، عزلت لي هنا واقيلا شي خمسه ولا مع سته، شوفوا الخير. ملي كنجيب انا كيلو ونص بعض الخطرات غير حنايا كيجي قليل، كتجي ثلاثه لواحد ولا اربعه لواحد، وغير باصغه ماشي. وانا عندي فكره على الحوت كيتنقص، بقاو تجيبوها البنات نقيوه، واخا صعيب ما حلني نقيتو انا في الدار، ما نكذبش عليكم. وشوفوا الخير اللي خرج فيها، درت لي زيت العود، درت لي الحضريه، جاعلو زويناتو، صافي غنديرو في الثلاجه الوقت اللي داز لي، وحنا غنديرو غدانا اخر بالبسباس والشلبانه شاهينه، ونخليكم معايا وما تمشيو فيه. صافي البنات ها تقلى تقريبا شي ساعه المكانه، هذيك البصله راه مشات غبرات، شتيني المريقه خاطره وزوينه. انا غندير البسباس والشلبانه، وضروري من البطيطه للدراري، كثر الجلبانه صراحه، بغيت الجلبانه تكون كثيره في الطاجين، ما بغيتش يكونوا غير حبات هكا. تقريبا هنا شي كيلو وشي حاجه ديال الجلبانه، شي شويه نقطع البطاطا نزيدها عليها، وصافي هادشي اللي كانوا غنسد وحده من حلت على واحد ساعه المكان يكون كلشي طاب. ها هي البنات الحوته ديال اليوم هي هذه، وبزاف د الاخوات كيسولوني واش كاين عروض على حساب رمضان وداكشي، كاين البنات العروض، اول عرض هو هذا اللي كيجي البنات، هاد الخلاط هذا، وكيجي معاه البنات هذا غراتوي، كيعطوكم واحد ديال الزاج، وعاد كيجي ديال البلاستيك، وهذا عنده الموس وهذا عنده الموس، ماشي كل واحد، ماشي موس واحد نبقاو نحولوه، كل واحد بالموس ديالو، يعني في حالتي الا خسر لك الموس تاع هذا الكاس الزاج ممكن تستبدليه بديال البلاستيك، ولا الله يستر الله يستر تهرس هذا كاين هذا، اولا ممكن نخليو واحد نطحنو به مثلا داكشي البارد، وواحد نطحنو به داكشي السخون. انا غنحلها معاكم نوريكم الثمن وكلشي، هو الصراحه عرض زوين، وتا الخلاط زوين راه 1300 واط البنات، وكيهز اطر ونص، وعاد معاه دوك الصغار ديال العطريه، ولونبالاج كما كتشوفوا راه مخير، يعني حتى اللي بعيد غتوصلوا الطحانه هي هي، والثمن زوين، الثمن غنقول لكم عليه زوين، حيت كنا دوزنا وحده ما عندها والو، كاين غير الخلاط بالكاس تاع الزاج، وعاد هذه هي، كيجي معاها يا البنات هذا خاص بالعطريه القهوه، ولكن انا بيني وبينكم يعني فهمت تخليو ديال العطريه بوحده، ممكن تخليو هذا غير هكا الا كاين شي قهوه ولا شي حاجه، وديال العطريه تبقى بوحدها. هانتوما شفتوا راه فيه الموس كلشي، وهادو راه كيتحلوا من تحت وكيتغسلوا، كاين هذا ديال البلاستيك، وعاد عندنا هذا ديال الزاج، ها هو يا البنات حتى هو بنفس الموس اللي في هذا، في هذا انا غندير فيهم ان شاء الله واحد ديتوكس، وغديروا منو هيله
كتاخذهم هي واحد ثلاثه غتشاركهم معكم ان شاء الله باذن الله. طبيعه الحال راه الطحانه كطحن كل شيء لان عندها الواط طالع راه 1300 واط. غير هي واحد الحاجه يا البنات بالنسبه لها الطحانات ملي تبغوا ديروا الكاس في الطحانه تتسمعوا ديك التك عاد خدموا يعني في الاول ركبوها في الاول مقاده. انا نوريكم كيفاش حيت هما اش كيخسرهم هكا ولا كيتهرسوا غير من الناحيه ديال التركاب كي ما تركبش الماكينه مزيانه. بطبيعه الحال هذه الموقع اللي هو موقع وادوكس ممكن تخليوه ممكن تحيدوه صراحه كنخليها. دابا انا حطيت الكاس شتو هكا وما يخدمش شتو سمعتوا حتى كتسمعوا واحد الطرق. ها الخيط راه طويل عندها جوج ديال لي فيتيس هذا من الصفر حتى للجوج. انا غنسمعكم الصوت ديالها وكلشي بسم الله. هنا اذا بغيتوا تبقاو شادين هكا تخدموه بلا ما تخليو بحال هكا. انا هذه ما تنخدمهاش الصراحه هذه ما تنخدم واحد جوج. هذا الكاس تاع الزاج البنات شتو ونهزها. كاين لا غارونتي ديال عامين البنات والغارونتي كيشمل الطحانه يعني كيشمل الموتور ديالها الى تحرق. اما الى تهرست طحانه او الا وقع مشكل في ديك السد ديك الطرق طرق هكا وتهرست لا ديك الساعه تقدروا يبيعوا لكم الكاس. هو بالزوينه انكم كتاخذوا من عندهم والا تهرس لكم الكاس ممكن تشريوا بواحد الثمن اللي مناسب. هذا الكاس الاخر هانتوما سمعتوا عدو واحد اللعيبه هنا ها هي هذيك اللعيبه كتجي هنا كنحطو وكندور صافي. ملي كنحطو كندور نتا نسمع ديك الطرق عاد نعرف راسي انا سديتو مزيان. ها صافي عيطي صافي وبقى لينا هاد الكاس الصغير حتى هو عنده ديك اللعيبه هنا ها هي. غنطحن فيه شويه القهوه غنمشي البنات نغسلو ونشفو ونطحن فيه القهوه ومجموعين نطحنها معاكم. حنا درت غير على واحد انا غندير على جوج. فنا طحناتو طحنات القهوه يا البنات منيله هيا البنات القهوه. طبيعه الحال البنات اللي ما عندهاش الطحانه ديال العطريه بوحدها وديال القهوه بوحدها هذا راه غيخدم ليهم بجوج. ممكن تطحنوا العطريه وتاخذوا هذاك الخلاط دوزوا فيه البابه ديال الخبز ومن بعد تغسلوا ديروا فيه القهوه ما كتبقاش الريحه ديال العطريه يعني كاينين حلول صافي. وهذا راه يتغسل. بالنسبه للورقه ديال الكاغونتي وديال الثمن هي هذه البنات راه كتكون فيها ها هي وادوكس.com غارونتي 2 راه كتكون الكارونتي ديال عامين. وهنا بطبيعه الحال كلشي شارحين لكم وكاتبين لكم على حسب انها كتشمل غير الموطور الى تحرك يعني كلشي كيكون في الورقه كتكون كاشي وكلشي هي من طرف الشركه. بالنسبه للثمن ديالها البنات 529 درهم يعني راه جايه بثمن زوين حيت تقدر تشريو غير طحانه معروفه بطبيعه الحال تاخذوا ثمن كثر من هكا وما عندهاش كاس اخر. اللي زوين في هاد لوفخ البنات هو داك الكاس اللي عندكم زايد هما كتبقاو جوج كيسان مخيره فنة هما كما شفتوا واحد زاج واحد بلاستيك ممكن كل واحد تخليو كما قلت لكم واحد السخون وواحد البارد كما كنعرفوا حنا البلاستيك ملي كنديروا فيه السخون تيولي مضبب. هذا خليوه الزاج خليوه السخون وهذا خليوه البارد. اللي كنت دوزت معكم ديال الموقع ديال وادوكس نيس راه كانت كلها زاج وباقى عندي وكندير فيها السخون وكندير فيها البارد غير حيت كانوا قالوا لي الاخوات اللي راه كيتهرس والله ما تهرس لي البنات. دابا نوريها لكم راه باقى هي هي الحفاظ انتوا اي حاجه وتكون ايدكم بوحدكم في هذا الشيء ديال الضو ما يكونوش عندكم اليدين مخلطين ملي كيكونوا اليدين كتحرق حاجه ولا كتخسر. بالنسبه للبنات لا ليفغيزون 20 درهم في المغرب كامل 20 درهم. بالنسبه لا بغيتوا تتواصلوا معاهم خليو غير ميساج ومثلا حيت انا غندوز هاد الطحانه غتقول لهم شنو الطحانه اللي كاينه عند خوخه باش كيعرفوكم على انها حاجه كتذوب عليها حيت تبارك الله ما شاء الله عندهم بزاف ديال عندهم بزاف ديال لي برودوي. نتوما ملي تبغيو تصيفطوا لهم صيفطوا لهم على مثلا شنو الخلاط على خوخه هكا
باسم خوخه، غيعرفوكم علاش داويين باش يدوز لكم لا كوموند ديالكم نيشان، يعني بلا ما تصوني وبلا حتى حاجه غير اوديو كافي. وخليكم معايا وما تشوفين. صافي البنات الطويجن راه طاب، غنطفي عليه، زدت عليه شويه القزبر ومعدنوس، ما لقيتش حويره، كتعجبني داك الحار في هكا في المريقه كيما كاينش. صافي البطاطا راه طابت، هي الاخر زدتها حطو نتغداو باش نخرج. غنصايب واحد العويصير بشويه الفريز، وهذا هاد الياغورت كنجيبو من بيما البنات، فن ديال الفريز. عرفتو هذا بحال فيلوتي اللي كان شحال هادي في المذاق ديال الفريز، كندوي على ديال الفريز وما تيكونش بزاف، مره مره كنلقاه. غنطحنو هو شويه الفريز وشويه الماء، ما عنديش الليمون ما عنديش الحليب، غندير شويه الماء. صافي ونحط الغدا. هادو غنشللهم بميه، شوف شحال زوين، وواحد الريحه فيه فنه. كنت كنديرو مع الرمان، ملي كان الرمان كنت كنجيب الرمان نفرتو وندير معاه هذا. دابا الرمان ما بقاش، دابا كنديرو مع الفريز مقطع مع شويه البنان هكا شويه الديسير. قبل ما حتى لما كتمشي الديسير كنعطيهم هذا في تجبي بنات، شويه التفاح مع شويه الفريز مع شويه ديال الياغورت هذا مع شويه ديال التفاح، وكديري زليفه زليفه وكيبدا على الاقل تيكونوا كلاو من الديسير كله. غنشللهم حيت خاصني شويه الماء، نشلل هادو نيت عرفتو راه خاطر وزوين. صافي هنا جت البنات، جت الماء، زدت الماء. صافي ها نتوما كديروا هنا وكتدفعوا هنا، ديما كتكون هادي غتجي عندكم. صافي بسم الله. انا خليت الصوت وخليت كلشي ما قطعت حتى حاجه، درت الفريز فيها متلج، هذا الكاس ديال البلاستيك حيت كما قلت لكم بغيت نخليه البارد والاخر نخليه السخون. هذا راه كيتحل من التحت البنات، هكا ملي توسخ لكم داك الموس وتبغيو تغسلوه راه كيتحل من التحت بحالو بحال الاخر اللي عندي القديم. شوف هذا راه كيجي خاطر، هذا العصير راه كيجي فن. صافي غسلت الماعن وكلشي باش ما نخليش الشقا ورايا. شفتوا البنات تطحن مشى. هانتوما انا درتو خاتر، واش نبقى ندير لهم غير الموز الصغاري، درتو لهم خاتر. هذا هو الغديوه ديال اليوم البنات، هذا هو العويصير بسم الله. ممكن تعتمدوا حتى في رمضان وسهل، ما فيه لا حليب، ما فيها البنات الليمون، بالماء والفريز والياغورت. نتغداو ونشدو ان شاء الله الطريق لدرب عمر، وهانتوما معايا اللي صورتها غنشاركها معكم في المدرسه هكا، وغادي نشد لكم شويه بالتليفون ومن نرجع نوريكم اشنو تقديت ان شاء الله باذن الله. ندوز البنات هاد المويعلات بالزربة لي باش نحل معاكم هادي، هاهي هاهي البنات هاكا تغسلوها وتعاودو تردوها كتجي أحسن، كتبقى ديما هادي نقية. هنا دازت نغسل دوك المويعلات لي بقاو ليا مورا الغدا باش منين نجي ما يكونش عندي الشقه بزاف، وغنوريكم بلات الكاس تاع الطحانه. شوفوا راني حليته من التحت كما كتشوفوا وغسلته، وغسلت هذيك بوحدها، راه كيتحل ساهل وكيركب ساهل. وصافي دابا غادي نخرج لضرب عمر. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني فاش كركب، كركب في 82 وكنزل حدا السينما، السينما الريف، سينما الريف، وكنطلع من تما على رجليا، كتجيني الصراحه ساهله وكتجيني قريبه ضرب عمر. انا راني وصلت كما قلت لكم زلح السينما الريف، صورت لكم غير شويه راه السينما فينا هي، وكنطلق مع نطلع مع ديك الزنقه اللي فيها التجاري، ودزت هنا كنشوف في الباليزه لقيتهم ب 600 درهم بروموسيون ثلاثه. هاد المكازا راه كاينه قريبه السينما الريف، واحد المحل كبير فيه لتحت والفوق، فيها هادشي الفلايل العكوره الحوايج جلال بالبلاغي، والاثمنه بلات من 5 درهم وانت طالعه، رخيص رخيص وفي شي حويجات لي زوينين. صافي غادي ندوز هنا من ممر سوميكا، كيجيني مختصر، تاهو كندخل هكا كنشوف شويه ومن تما كنطلع لدرب عمر. هنا راني وصلت لدرب عمر، كانت نهيله كتشوف دوك السميلات ديال الصباب، راه هي اللي كانت كتصور ليا نيت بغات تاخذ سميله. وصافي وغادي نمشي، هذا هو الشارع، هذا الشارع راه فيه الحوانت فيه القصريات فيه كلشي، انا كنبقى غاده مع الشارع الصراحه، ما كندخلش للحوانت بزاف لان هادو كيكونوا حاطين برا، كيكون حتى شويه الاثمنه عندهم رخيصه. هنا راه كنتسول ديك القرعه ديال الزاج اللي كنت عندي بحاله ديال الزيت، وقال لي
مية درهم. راه سولتها قال لي 100، اجي خدي ب90، اجي خدي ب80، اجي بقى فهمتوا غير يكون الثمن في راسكم باش ما تزرفوش. وانا خصهم ب60 درهم كما قلت لكم. وصافي طالعه مع الشارع، غادي نمشي للقصريه ديال الشناوه وغنمشي عند واحد الولد كيبيع هادشي ديال الطبيصلات بثمن مناسب. صراحه كتلقاو عنده شي حويجات ما كتلقاوهمش عند هذوك اللي على برا، كتلقاو كل مره كيجيب جديد. تقديت من عنده وقلت لي شوف انا غادي نرجع تنكون راجعه ونجد نتقدى، حيت القصريه ديال الشناوه كتسد بكري، كتسد واقيلا في 6، وهذاك الشيء اللي كان نيت. مشيت للقصريه تقديت داكشي اللي خاصني، خدات نهيله شي حاجه خاصها، وخديت واحد الفيوزات صغيورين تاع هكا ديال الهيلان نجيمه كيديروا 10 دراهم. وانا كاع ما شاركت معكم في هذا الفيديو، نسيت هنا دزت بالي الطلامط عجبوني 50 درهم المتر، ويا البنات دايرين بروموسيون في زوينه في الطليمطات وداك الشيء. صورت واحد شويه، عرفتي شحال حيت الصوت كاين الصوت ديال الزنقه شويه هكا مجهد طالع، وعاد كاين واحد التخرش عندي في التليفون ما غادي يصدعكم في ودنيكم. حذفت انا كاع الصوت ديال الزنقه وخليت غير الصوت مركب. هنا جيت عند داك الوليد تقديت من عنده شي حاجه قليله، كان خاصني داك الفوقاني اللي تهرس، قلت له واش باقي حال، قال لي باقي، قلت له صافي انا غنعاود نرجع من عندك. هنا دزت القصاريه ديال الشينوا كاين فيها هادشي ديال محيبقات، هادشي دي انا غادا على قبل هذاك اللي شاركت معكم في البدايه ديال الفيديو كتلصق هكا، بغيت نحي ديالتي حيت تسربات. وكاينه وحده اخرى البنات كتجي هابطه بالضو، صراحه ما عرفتش الثمن ديالها ما سولتش، كيجيو هابطين هذوك اللوايات وفيهم الضو. انا خديتها غير سامبل ما فيها لا ضو لا والو، وتقريبا الثمن ديالها 80 درهم. وكاينه ديال اللي فيها العود كاينه ب 100، راه كنسول هنايا كاينه 180 وكاينه البنات واقيلا 150 على حسب الطول. هنا مشيت واحد السيد اخر حتى هو عنده داكشي زوين ديكورات، هادشي اللي كيلصق فوق البوطاجيات بحال شكل الرخام، هاد الورد اللي كيشعل بالضو. صراحه داكشي فن باش تزينوا الكوزينه وباش تزينوا حتى الدار. والاثمنه هاد راه ب30 درهم البنات، والاثمنه زوينه. انا الصراحه لقيت داكشي اللي خاصني صافي، وضرب الدويره ورجعت عند مول هذاك الشيء يقولوا ليه مول الماعن، ودرت عند واحد السيد كيبيع هادشي ديال هذاك الشيء ديال المملاحات، عنده زوينين مقرملين. شوفوا هنا راه عنده الطابيات ديال الكوزينه، الطابيات ديال الحمام، راه اللي بغيتو هذيك الزنقه راه غادي تدخلوا ليها غتحيروا بالطوفات اي حاجه بغيتوها. هنا خرجت من زنقه الشينوا وهبطت بهذاك الشارع اللي كاين تما. صافي غادا كنشوف بعوينتي، صراحه كيعجبني نضرب عماد بسلطان من البلايص اللي كيعجبني، وكنمشي نتسارى فيهم وكنجي فرحانه وما نزيد نتقلد شي حاجه هكا، واخا تكون قليله واخا نخرج نجيب غير الشبكه ديال الخبز وغالي قسم الله وكنجي فرحانه. هنا صافي سولت هادو في الاول قال لي 560 ولكن ما عجبونيش حيت بحال كيتسربوا. لقيت الثانيين هما اللي غنشارك معكم في الفيديو، صراحه زوينين. انا رجعت عند مول الماعن عندهم معينات زوينين، وجلست كنشوف هكا ديك الساعه شفت على خاطري، حيت في الاول كانت مزروبه على حساب غيكونوا سد ولا شي حاجه كانت مزروبه. صافي هنا راه هادو راه كلهم كاينين فيهم الطوال المربعين الدايرين شويه، هادو زايدين في الثمن على البيضين. هنا تاع مول الفاكهه والله ما عقلتش، قال لي يونس واقيلا سميتو ولا ما عقلتش، سولتو على السميه. عنده داك الشي فن بيستاش كلشي اللي بغيتو، الحلوى كلشي كاين. هنا راه نهيلة كتشد فيا من بعيد، شوف هنا راه خديت الشبكه ديال اللي كنسول فيها على الشباكي فين هي اللي ناخد، وانا كما كصحابه كتصورني انت كتشوف دابا في الفيديو. صافي تقدينا ومشينا شربنا عصير انا والبنات وطلعنا للطوبيس 82 جابنا حتى للدار. صباح الخير البنات، دابا الصباح غنصور معكم داكشي تقديت من درب عمر بالزرفه، ونوريكم هذاك ديال الكوزينه اللي خديتو الكوزينه ديالتي حيت الاخر كان تسرب ليا، نوريه لكم. هنا خديت واحد الطبيصلات البنات هكا اللي كان عندنا الناس ولا كنا حنايا ولا ملي كنحطو مثلا الكوتي ولا شي حاجه، بغي واحد يحط طريف ديال الكيكه ديالو مسيمنه ديالو. عجبوني هادو ديال القليبات، هادو وقيله ب7 دراهم ب7. هذا واحد الدري كنتقدا عنده في درب عمر، صراحه عنده هادشي ديال درب عمر البنات ديك الزنقه شارع على الياقوت واقيلا سميتو، يمكن تما فين كيكونوا صحاب البلاستيك وداك الشيء. وكاين القصاريه ديال في الزنقه كاينه ديال الشناوه هي اللي فيها هادشي، راه اي واحد سولته قلت له زنقه الشناوه يقول لكم ها هي فيها هادشي تريدويات هادشي الورد، صراحه زوينه واثمنه زوينه بزاف. خديت على 6 طبيصلات هنايا، وهنا خديت هادو ما لقيتش 6، قال لي واحد 15 يوم ورجعي
تخيلي شفتهم هادو 4 دراهم وما 3 دراهم والله ما قلت انا هادو هاد الطبيصلات هادو اللي على شكل دميعه كيعجبوني كيجي غوارقين هكا الزيتون هكا الصفوف بزاف د الحوايج وخديت هادو هادو 6 دراهم عندي واحد السيبوره دايره غنحطهم فيها حيت دياولها الصراحه كانوا تهرسوا ليا وخديت هادو ليها دياولها هي كانوا شويه صغار هادو شويه كبار هما يصلحوا لبزاف د الحوايج وكان تهرس ليا هذا كانت هرساته ليا ريحانه هذا كنت خديت من عنده هاد الجوج ب 30 درهم وملي هرست ليا ريحانه هذا مشيت عنده ويبيعوا ليا مسكين ب 15 حيت هو ديالو واستقبعوا ليا ب 15 ونوريكم الريدو اللي خديت ديال الكوزينه غنعلقو دابا نيتو تشوفوه معايا بالنسبه للروابط ديال الطحانه ديال العصير غنخليه لكم في اول تعليق ماشي في صندوق الوصف في اول تعليق ديالي وغادي نثبتو نخليكم الواتساب ولا انستغرام ورابط المنتج بالنسبه للكميه راه محدوده ولكن البروموسيون كما قلت لكم زوينه والطحانه زوينه صافي انا غادي خديت هذا السوارت هذا ب 26 درهم هذا خديتو من بريكوما ماشي من درب عمر هذا في نهار اخر بوحدو صراحه بغيت نعلقو هكا جيت الباب السويرتات وهنايا هنا تحطو شي ديكورات هنا السويرتات وهنا اللي بغى يحط شي حاجه في هذا المجير زوينه ديال العود وخديت البنات هاد الشبيكه ديال الخبز موريتهاش لكم هذه ب 25 درهم زويونه ها 25 درهم وخديت شويه ديال المملحات مع داك السيد اللي صورت معاكم وصافي هادشي اللي كاين يلاه معايا دابا نركبوا الخاميه البنات ها هي شتو كيجيو هادوك عوض انا عندي العويدات جبتها البنات هكا الورد حتى هاد الورد وداك الله يلاه كيعطي واحد الطاقه زوينه في الدار انا كيعجبني هادشي ديال الورد هنا كيجيو واحد جوج مسيمرات هكا جوج كروشيات وكتكونوا دايرين المسيمرات فوق الباب ولا شي حاجه وكتحطوا فوق منها هذه انا غنركبو تشوفوها معايا طويله هي ما جايهش حتى الارض مزيان بحال هكا ها هي البنات غنحيد هذه وغندير الاخرى هذه راه كانت شاريه كما قلت لكم ب 130 درهم وكانت تسربات من هنا شي وحدين تسربوا ودابا راني سولت قال لي وحده 180 وقال لي وحده واقيلا 140 واقيلا اللي ب 180 يمكن عامره وطويله على هذه والله ما عقلتش قال لي في الفيديو فاش مشيت عندو في المحل ها هي راه دقالها واحد جوج مسيمرات في العود الكادر ديال الباب ديال الكوزينه البنات شوفوا قلت الثلاجه عاد في واحد القرعه ديال البيكربونات معاكم شحال نقلب عليها سكوت كنت كنقلب على كلشي بان ليا دابا ها هي البنات ركبها حول لها هذوك تمر عندي واحد الجليجه طايرين الفوق بقيت كاع لقيت بحالهم صراحه جاتني زوينه خفيفه وراه ممكن هكا يا البنات الا بغيتو تجمعوها بحال هكا تجي مجموعه من هنا ومجموعه من لهي نشدها من هنا من الداخل طورا ما طويرش حتى للارض ها هي بنتي هذه بالنسبه للزنقه راه قلت لكم فين كاينه اي حاجه بغيتوها